الواجب الإنساني وميم طون الاجتماعي وميم طون حتى عملي، لأن ديك الدورة اللي هي المقولة المشهورة اللي بيشكر الناس على شكر الله، عندنا شي ناس في الحقيقة خصنا نشكرهم. تسمى مسيرة تبعيز علاش؟ لأن لابون تصير المسارات من زغدي سنين لعملنا كعمل تطوعي جماعي ولسنا نكين جمعوي جماعي يستدعي أن كل متطوع متطوع كيف ما كان لا بد أن يحس في منظومته الاجتماعية والعملية بأنه إنسان إيجابي. السياسة لا محبين العمل الذي نقوم به. إذا الإخوة من خلال أسبوع كامل من يوم جوج إلى غاية 9 عرفت المضمون للمراحل من أجل تأسيس جهاز حديث بتوابيت حديثة وبرامج حديثة وبآفاق مستقبلية طموحة إن شاء الله. إذن لما لا نحن كفاعلين جماعيين أو فاعلين جمعويين كما يقال وكما يشاع، إذن ارتأت مجموعة من الإخوة أو ارتأت مجموعة من الإخوة بأن يقوموا بعمل محسوب لهم في ميزان حسناتهم في هذه القفزات في هذه المرحلة اللي وصلت لها المنظمة المغربية للغدا والنقاش والمزيد إن شاء الله للمستقبل. أننا إن شاء الله نفوز بالمكتب الجهوي للمنظمة المغربية للغدا والنقاش. إذا أسسنا المكتب الإقليمي، أسسنا المكتب المحلي للمنظمة، أجهز المكاتب أعطوا وعد استراتيجي للمنطقة عندها برامج كبيرة. من بين البرامج اللي غتخدم عليها واللي اتصل بنا السي الأمين العام عزيز طروا أمس، لأنه الآن في مشروع كبير بالتنسيق مع وزارة الطبيعية وبعض الأمراض التي تأتي من خلال هذه الآفات الطبيعية، الفيضانات، الفيران، حوادث السير، لمنا وهناك آفات أو تلقاها الطفل في مجتمعه. البارح اتصل بيا وقال لي بأنني خصني نشوف المكتب الوطني لحقوق الإنسان أو المركز الوطني لحقوق الإنسان في رعوة الزلزال باش تتصل بيه من أجل توصلوا إن شاء الله بواحد الدراسة هذا الزاهد. إذا ارتقي شخصيا أنا مصطفى كاتب عام المنظمة المغربية للغدا والنقاش الفرعي أو ثلاثة فروع ديالو، أننا نهنيو الرئيس أو الرئيسة لكي نمزل ما عرفناه، لأنه يعتقد أن هناك رئيسة. السلام عليكم. أريد هذا ليس نقصاً بالنسبة للعنصر النسوي، ولكن فخراً أنا نقول لها رئيس ليست رئيسة، لأن الرئيس كيفما كان خصوصاً في الدول العربية عندنا ما زال مستوى المرأة محتفظ به شيئا ما، لكن في الحقيقة دور المرأة هو دور ريادي، دور له مكانة، أن المرأة هي التي لا تجعل الفرق ما بين الرجل والإنسان أنه يحيد هذا الفكر هذا من أجل الوصول والارتقاء للأعمال الاجتماعية المستوى المحلي. إذا نلتقي أن نوشيحة ونهدي
هدايا للسيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة سجية وعسيس. وأول من سيقدم لها قلادة الفخر والاعتزاز لعبد الفقير إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. والله وهذه القلادة هي رصد الرسل، رصد الرسل. تفضل بالسلام. ومن باب المحبة والصدق الذي يمكن أننا نهدي لها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى لتتعبر عن النصر والانتصار في جميع الميادين، وهذا الدعم غادي نعطيوه للسيد عمر حميد باش يسلموا ليه، وما غادي نشوفوه حتى ان شاء الله يعطيه ليه سميتو يعطيه من عطيه. يعني عندك السيدة الرئيسة تصلح كل شيء، تصلح كل خير. أن ينصركم الله فلا غالب له، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، إذا النصر من عند الله دائما. مصطفى عليك يا نورا، تاخذ شكر بزاف بزاف. صراحة الله يبارك فيك تبني، ولكن الشكر كيرجع لك بزاف. حيت راه صراحة ممكن نعطيك صوت مني وغير كبير كلمة ما يهمني ولا ما واش سير. إنه ولا اليوم غوري كبير كبير ما نساش هو ولدي يعني فيه. أنا غنكون أنا غير ديالي راه ممكن نقدر فيه ما تكونش ليا ماشي فيه وحدي لي. شكرا.